السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الأخنس ابن شريك الثقفي من وجهاء العرب وأشراف القوم، وكان حلو الكلام والأسلوب، فصيحا بليغا، وكان أيضا حلو المنظر. ولقب بالأخنس لأنه رجع ببني زهرة من بدر لما جاءهم الخبر أن أبا سفيان نجا بالعير، فقيل خنس الأخنس ببني زهرة ولقب بهذا الاسم. وبعد فتح مكة أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة يجالسه ويقول له إني أحبك، ويحلف بالله على ذلك، وكان منافقا. فنزل قول الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ومن الناس جماعة من المنافقين يعجبك أيها الرسول كلامهم الفصيح، يريدون بذلك حظا من حظوظ الدنيا لا الآخرة. والكلام إما أن يرفع الإنسان أو يخفضه، ونحن في هذه الدنيا نغتر بالظاهر والمظاهر، أما في الآخرة ستنكشف الحقائق ويفضحون. والنفاق ظاهرة صحية في كل مجتمع، يقوى أحيانا وقد يضعف. ويحلف مستشهدا بالله على ما في قلبه من محبة الإسلام، وفي هذا غاية الجرأة على الله. ألسنتهم أحلى من العسل، وقلوبهم أمر من الصبار، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. وكثيرا ما نسمع: يعلم الله أني صادق وهو كاذب، وأولى بكل لبيب حفظ اليمين. ولماذا يقسم؟ لأنه يشعر في قرارة نفسه أنه مفضوح بين الناس، وهو ألد الخصام، شديد العداوة والخصومة للإسلام والمسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وهكذا المنافق في خصومته، يكذب، يفتري، يزور، يفجر. وصدق الشاعر حين قال: لا خير في ود امرئ متملق، حلو اللسان وقلبه يتلهب، يلقاك يحلف أنه بك واثق، وإذا توارى عنك فهو العقرب، يعطيك من طرف اللسان حلاوة، ويروغ منك كما يروغ الثعلب. جزاكم الله خيرا. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام.